استقبل سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية نيافة المتروبوليت أنطونيوس رئيس قسم العلاقات الخارجية الكونسية في بطريركية موسكو. وأطلع سعادة الوزير نيافة المتروبوليت أنطونيوس والوفد المرافق على المبادرات السامية لجلالة الملك المعظم بدعم ومتابعة الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأثرها الإيجابي نحو تعزيز واحترام الحريات والتنوع الديني والثقافي وتكريس قيم التسامح ونبذ التعصب. كما أعرب نيافة المتروبوليت أنطونيوس والوفد المرافق عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال تعزيز قيم التسامح والحوار، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في ترسيخ التعايش السلمي بين الأديان والثقافات ويخدم القضايا الإنسانية.